الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العيون والحياء العظيم الذي ملا وكان على الشياء العظيم وقام به العباد الله العظيم. أحسن على مولانا محمد بالفضل العظيم وعلى آل نهر الله العظيم بفضل عظمة ذات الله العظيم في كل محبة ونفس ولما في علم الله العظيم وأعد دائما بدوام الله العظيم. عظيما أنت يا مولانا يا محمد يا ذا الكرم العظيم وسلم عليه وعلى آله وسلم واجمع بيني وبينه كما جمع بين روحي ومنام ظاهرا وباطنا وقدرا ومناما. واجعله يا ربي روحا لذاته جميل في الدنيا والآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأت الشباب العظيم وقامت به أوائل الله العظيم. أن تصلي على مولانا محمد في القلب العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد مرسيل الله العظيم. صلاة دائمة بدوام الله العظيم تقديما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين روحي ونفسي ظاهرا وباطنا يا قدرا ومناما. والهم يا رب روحا لذاته من دبير الوجود في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأت عرش الله العظيم وقامت فيه عوالم الله العظيم بأن تصلي على مولانا محمد في القلب العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس على لما في علم الله العظيم. صلاة دائمة بدوام الله العظيم تقديما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين روحي ونفسي ظاهرا وباطنا يقظة ومناما. واجعله يا ربي روحا لذاته من جميع الوجود في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأت عرش الله العظيم وقامت به أوائم الله العظيم بأن تصلي على مولانا محمد في القلب العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم كل لمحة ونفس عدد ما في الله العظيم. صلاة دائمة بدوام الله العظيم تقديما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما. واجعله يا ربي روحا
ان الذكر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم في قبر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة في دوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الملوك العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عزيز اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملا كان عرش الله العظيم وقامت به أوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد بالقبر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقبر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين روحي